السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا في الدرس الأول يا أولاد في يونت 6 إزاي نقول إن the falcon is the biggest or the fastest animal bird، وقلنا the snake is cleverer. قلنا بعد كده إزاي نقول إن الزرافة، قلنا الزرافة هي أطول حيوان، أطول من الفيل، وإن الفيل هو أكبر حيوان أرضي. وسألنا سؤال قلنا what is the fastest or what is the، وقارنا بالحيوانات. طيب الدرس الثالث بيقول لي use Sara's favorite animal is the، بتكلم عن الحيوان المفضل. قلنا Sara's favorite animal، حيوان سارة المفضل، is the tallest animal، هو الحيوان الأطول. طيب هنعمل إيه؟ listen find and match، هنستمع وهندور وهنوصل. Page 29. Exercise 6. Listen, find, and match. A. Sara's favorite animal is the tallest animal. Yes, it's the giraffe. B. Nasa likes lizards and snakes. His favorite animal is the lizard. C. Hamad's favorite animal is the cleverest animal, the monkey. D. Brainy doesn't like snakes. He likes small animals. He likes lizards and birds, but his favorite animal is the clever little bee. سمعت يا أولاد؟ طيب بعد كده خلاص احنا فهمنا السؤال دوت. نوطي شوية الصوت عشان الصوت عالي جدا. طيب What am I؟ بيقول لي يا ولاد هنا تمرين تاني، بيقول لي ماذا أكون أنا؟ ناخد اللون البرتقالي. بيقول لي I am small and brown، أنا صغير وبني. I have a long tail and I change color، وأنا لدي ديل طويل وأنا أغير اللون. What am I؟ ما أكون أنا؟ الليزرد. I am beautiful and I can fly، أنا جميل وأنا أستطيع أن أطير. I am one of the biggest and fastest birds، وأنا واحد من الطيور الأسرع والأطول الأكبر. What am I؟ ماذا أكون أنا؟ أكيد الفولكن، الصقر. هنوصل الجملة بالمين؟ بالصقر. I am long and I don't have any legs، أنا طويل وأنا لا أملك أي أرجل. I can move very fast، أنا أستطيع أن أتحرك بسرعة جدا. إيه أكون أنا؟ السنيك، الثعبان طبعا. كده لما تيجي الأستاذ أو الأستاذ يشوف أنت موصل إيه، هيلاقي اللون البرتقالي بدايته متوصل بدايته الجملة دي ونهايته مين؟ الصقر. الجملة اللي متلونة بالأخضر بدايتها، الجملة سي بدايتها بالأخضر هنا ومتوصلة بمين؟ بالسنيك. كده عارف أنت موصل بإيه. إنما مش واحد يجي اللون الأسود ويلعبت الدنيا في بعض، يوصل دي كده ويوصل دي كده ومش عارف ده موصل إيه وده متوصل بإيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.